متاكدين ان اضافه قلب تونس احنا اعطينا متن العلاقه بين اطراف الائتلاف الحكومي لهذا غير بي غير موجود سي هشام قلب تونس شنو يقول يقول يرفض في المشاركه في حكومه وحده وطنيه مزعومه حكومة تناقضات ومحاصة حزبية ويرفض تكرار تجربة الفشل هو بالنسبة لي الحكومة التي يريد المشاركة فيها واللي بروبابلمون حركة النهضة اليوم تدفع نحوها هي حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة وحدة وطنية قلب تونس يرى أنه اليوم يزم حكومة إنقاذ وطني علاش خطر احنا يجوا بحذينا لهنا النواب نسألوهم يقولوا لنا الحكومة ذي غير متماسكة النهضة لا تريد أن التيار الديمقراطي وحركة الشعب يواصلوا الحكم معها العلاقات متوترة هذا المسنة في علاقة حركة النهضة وحركة الشعب حاجة حاجة عظيمة ياسر معناها من التوتر سايرة سي العجبوني من... أنت في بالك أكيد دونك اليوم أنتم تقولوا وحدة وطنية ويجب تمتين الوحدة هذية في حين أنه احنا قاعدين نراو ما فما حتى بوادر تمتين الحقيقة على خاطر حتى وثيقه التضامن والاستقرار حركه النهضه على ما يبدو رافضه توقيعها مشيرة الاخرى قلب تونس يقول يجب ان تكون هناك حكومه انقاذ خاطر حتى ادائكم في المجلس على التصويت على القوانين غير مرضي ماهوش ماهوش في مستوى حكومه تحب تواصل وتشرع وتحسن حياه التوانسه من خلالكم كنواب شنو رايك في هذا الكل؟ لا مش صحيح الحقيقه الخلافات موجوده ما بين الاحزاب ولكن النظام السياسي حتم علينا تشكيل ائتلاف حكومي بين احزاب كان جينا نشبهوا لبعضنا رانا فرد حزب الناس كل تعرف اللي طيار ديمقراطي وحركة النهضة مختلفين في عديد معناها الملفات ولا في الرؤية للدولة القوية والعادلة ولا في انفاذ سلطة القانون على الجميع اكسترا به وذا قلناه في الحملة الانتخابية المشكلة اللي الحملة الانتخابية نحسوا فيها متواصلة تو سيد شكلت الحكومة المفروض انه نعمل على انجاح الحكومة هذه على اساس الوثيقة التعاقدية، المشكل اللي صاير في الحكومة ثم انسجام، ثم حد ادنى من الانسجام بين وزراء كل الاحزاب، المشكلة الكل في البرلمان، مم. البرلمان حيث حركة النهضة وهذا غير مخفي، شكلت اغلبية في البرلمان في مكتب المجلس وهل الاغلبية هذه متشكلة من حركة النهضة وائتلاف كرامة وقلب تونس وهي اللي قاعدة تفرض في القوانين. أنا نأكد لكم هذه مغالطة مغالطات حتى قانون لقدمته الحكومة الحالية ووقع رفضه. ريتم القوانين اللي يقولوا والله التجأنا لقلب تونس بالصوتن، ولا التجأنا لائتلاف الكرامة بالصوتن. تقول في قيادات حركة النهضة كلها قوانين قديمة من 2017 ومن 2019 من الحكومات السابقة. ما هيش مستعجله بالنسبه لنا احنا ولا صار فيها باساج اون فورس خاطر احنا قلنا تفهمنا اجا نسقوا شنو القوانين اللي الدوله الحكومه تحتاجها اجا نتفاهموا عليهم مجموعه القوانين وكان فيها خلافات تو نحاولوا نتجاوزوها ونصوتوا عليها وبالتالي هذا الارغيومون اللي قاعده تعطي فيه حركه النهضه الحقيقه فيه مغالطه وغير امين ما ثم حتى قانون احنا شنو اللي اختلفنا فيهم قوانين جات حركة النهضة بمساعدة شركائها في البرلمان وعديتهم من فورس كما القانون نتاع الأراضي الجافة صوتنا ضده مع قطر خاطر هو قطر هي اللي عملت المبادره هذه الاتفاقيه الدوليه الاراضي الجافه احنا قلنا هذه الباساج فورس نرفضوا حتى نكونوا احنا جزء من الائتلاف الحكومي اجا نتفاهموا علاش شنو الاستعجال باش نعدي نعدي معناها اتفاقيات في ظروف استثنائيه النواب ما يحضروش لا ما نناقشوش القوانين بطريقه طبيعيه اللي بعيد يصوت من بعيد ما عندوش الحق يتدخل قلنا هذا مرفوض تماما ما تنجمش تقول لي انا وياك في ائتلاف حكومي وترفض علي في البرلمان التصويت على القوانين واتفاقيات هذه تلزم الدوله التونسيه في المستقبل لغير لا تستفي حظها من النقاش